لوس أنجلوس تثور لإلغاء الطائفية. هيدي ثورة المحرومين، ثورة محرومين من الكهرباء والاقتصاد الحر، هيدي ثورة المثقفين والفلاحين، ثورة كمال جنبلاط، هيدي ثورة المقاومة، مقاومة الفساد، هيدي ثورة لبنان أولا، ثورة الحريري شهيد رفيق الحريري، هيدي ثورة 10452 كيلومتر للشهيد بشير، هيدي ثورة كل لبنان، ثورة الشعب اللبناني ككل لإلغاء الطائفية. يا السيد حسن نصر الله، هان الوقت تستلم المبادرة وتضم المقاومة، سلاح المقاومة للجيش اللبناني. هان الوقت تتصدر لأخذ قرارات حاسمة حتى ما تفسح مجال لأي دولة تلف تستأثر وتورط سلاح المقاومة. سلاح المقاومة هيدا شرف وحماية لبنان، ما بدنا نخسره أبدا. أنت لازم تاخذ المبادرة ويكون كل شيء والقرارات الحاسمة للدفاع عن لبنان بإيد السلطة اللبنانية، وإنشاء مجلس عسكري بضم الجيش اللبناني وكل القوى الأمنية من ضمن المقاومة وسلاح المقاومة. لازم نلغي الطائفية السياسية بلبنان لحتى نعيش بأمان. الشعب بطل فيه يتحمل، ضروري أخذ قرارات حاسمة. لبنان أولا والشعب اللبناني أولا. هيدي ثورة كل اللي سبقونا من المناضلين السياسيين القديم. هيدي الثورة ثورة الجميع، الصغار والكبار. بعد ما بحياتنا شفنا لعمرهم 80 و90 سنة عم ينزلوا على الشارع.